مربع الطالب نتائج الطلاب بالرقم المدني وزارة التربية الكويت 2024. وزارة التربية بالكويت تقدم وسيلة سهلة وسريعة للوصول إلى هذه النتائج عبر رابط نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت. الموقع الرسمي. خطوات استخراج نتائج الطلاب بالرقم المدني. للحصول على نتائج الطلاب بالرقم المدني للعام الدراسي 2024، اتبع هذه الخطوات البسيطة. انتقل إلى موقع وزارة التربية في الكويت. ابحث عن خيار نتائج الطلاب في الصفحة الرئيسية. قم بإدخال رقم الهوية المدنية الخاص بالطالب. انقر على زر البحث وتحقق من الهوية والمعلومات المطلوبة. بعد التحقق ستظهر النتيجة على الشاشة ويمكنك طباعتها أو تنزيلها للمراجعة. نتائج الطلاب بالرقم المدني وزارة التربية الكويت. حتى الآن لم تعلن وزارة التربية الكويتية بشكل رسمي عن المدارس التي رفعت نتائج الكويت 2024. ظهور نتائج الطلاب في المرحلة المتوسطة للعام الدراسي الحالي. ومع ذلك يمكن الوصول إلى النتيجة عبر الموقع الإلكتروني المخصص والذي يسعى دائما لتسهيل عملية البحث للطلاب وأولياء الأمور ممن يوفر الوقت والجهد اللازمين للحصول على المعلومات. نشير إلى أن معرفة نتائج الطلاب في الكويت أصبحت أمرا سهلا وفعالا من خلال الاستفادة من الموقع الرسمي لوزارة التربية. توفير هذه الخدمة عبر الإنترنت يسهم في توفير الوقت والجهد للجميع، ممن يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات عالية الجودة للمجتمع التعليمي في الكويت. متى سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب بالكويت بشكل رسمي؟ حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي، ولكن يمكن الوصول إلى النتائج عبر الموقع الرسمي. هل يمكن طباعة نتائج الطلاب؟ نعم، بمجرد ظهور نتائج الطلاب الكويت 2024 يمكنك طباعتها أو تنزيلها للاحتفاظ بها للرجوع في المستقبل. هل يمكن لأولياء الأمور الحضور شخصيا للحصول على النتائج؟ لا، يمكنك الحصول على النتائج بسهولة من خلال الموقع الرسمي دون الحاجة للحضور شخصيا.